السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن جهاز اليو بي اس. ايه هو جهاز اليو بي اس؟ جهاز اليو بي اس هو عبارة عن مانع انقطاع التيار الكهربي. هو جهاز انا بستخدمه في حالة لو التيار الكهربي انقطع عني او عن الاحمال اللي انا بغذيها، وده بيكون لمدة معينة لحد ما انا اقدر ان انا اامن الاحمال دي او احفظ شغلي، سواء انا لو شغال على الكمبيوتر وعامل شغل الحق احفظه، او ان انا عندي مثلا في اي حاجه خطيره او مهمه بتعتمد على الكهرباء ما ينفعش تفصل، زي الات معينه، زي اجهزه انذار، زي مثلا الوحدات المراقبه والكاميرات والحاجات دي. فالنهاردة هنتكلم عن واحد من الأجهزة دي، وهو جهاز من شركة اسمها ريلو. الجهاز ده موديله اي دايلوج 600. الجهاز ده مخصص للاستخدامات البسيطة، الاستخدامات اللي احنا بنعتمد عليها في حياتنا اليومية، زي جهاز الكمبيوتر، أجهزة السيرفر، أجهزة البصمة في بعض الشركات للموظفين للحضور والانصراف، الأجهزة الخاصة بالراوتر، السيرفرات، حاجات أحمال بسيطة، تعد من الأحمال البسيطة. طيب لما نيجي نتكلم دلوقتي عن فكرة عمل جهاز اليو بي اس أصلا، هو إيه جهاز اليو بي اس؟ هو جهاز بيشحن مجموعة من البطاريات بتكون موجودة جوه الجهاز لوقت معين، وبعد كده لما بحتاج البطاريات دي أو الطاقة اللي أنا خزنتها في البطاريات دي، سواء لو الكهرباء عندي انقطعت أو الكهرباء مش مظبوطة، يعني فيها تغيرات كبيرة ممكن تأثر على الأحمال اللي عندي، الجهاز أوتوماتيك بيبدأ يحمل نفسه على البطاريات. البطاريات اللي جواه بتديله وقت معين على حسب سعة البطاريات اللي هو بيستخدمها. الجهاز بيشتغل ازاي؟ الجهاز ده عبارة عن جهاز اليو بي اس بصفة عامة بيتصنف لتلات انواع، يا اما جهاز اوف لاين، وده بيكون للاحمال البسيطة او الاحمال اللي بنسميها المكتبية. احمال مكتبية مجرد ان هو بيقوم بوظيفة ان هو مولد للطاقة الكهربية بمجرد انقطاع التيار الكهربي لحظيا، بمجرد ما الكهرباء بتنفصل مفيش اي تأثير بيكون على الاحمال، بتنقطع، بيتم توصيل الاحمال مباشرة عليه. في نوع تاني اسمه اللاين انتر اكتف. اللاين انتر اكتف ده بيكون خاص باجهزة اكثر عرضة للخطر، اجهزة حساسة جدا، زي بعض الاجهزة السويتشات معينة في اماكن بتكون حساسة فيها الكهرباء شوية، بعض الاستخدامات اللي في الاتجاه ده. في نوع ثالث وهو نوع الاونلاين. الاونلاين ده بيوفر لي اعلى درجة حماية للاجهزة اللي عندي من مخاطر الكهرباء، ان هو بيشتغل باعلى كفاءة ممكن نوصل لها، بحيث ان هو بيحميني من مخاطر الكهرباء، سواء ارتفاع الفولت او انخفاضه، او ان وجود تشوهات في التيار الكهربي، او ان هو بيعالج اي مشاكل حتى لو مشاكل في التردد الكهربي. وهنبدأ دلوقتي ان شاء الله نستعرض مكونات اليو بي اس، وهنشوف نموذج منه. هو الجهاز من شركة ريلو الاي دايلوج 600، وهنفتح دلوقتي الكرتونة بتاعته ونشوف محتوياتها عبارة عن ايه. دلوقتي لو احنا بصينا على محتويات كرتونة الجهاز الاي دايلوج، موجود فيه كابلات خاصة بالدخول والخروج للكهرباء، لمصدر الكهرباء، سواء دخول مصدر الكهرباء والخروج للاحمال. وهنا بنلاقي عندنا محتوى الجهاز نفسه، وده بيكون شامل للبطاريات جواه، وبنكون عندنا اليوزر مانيوال وشهادة الضمان. الجهاز ده اللي موجود معانا دلوقتي بيكون جهاز من ماركة ريلو، ودي ماركة إيطالية. الوكيل بتاعها في مصر بيكون شركة نوبار التجارية. دلوقتي هنبدأ نشوف جهاز اليو بي اس ده مكوناته والسوكيتات اللي موجودة فيه هي شكلها ايه. لما هقلب ظهر الجهاز كده هلاقي عندي فيه سوكت خاص بدخل التيار الكهربي من شركة الكهرباء، وبلاقي عندي مخارج اليو بي اس. الجهاز الاي دايلوج 600 بيكون موجود فيه اربع مخارج خاصة بتشغيل احمال عليه. الاحمال دي ممكن تكون احمال كمبيوتر او احمال سيرفرات او ايا كان نوع الاحمال، وبيكون موجود فيه وصلة يو اس بي، دي بتكون خاصة بربطه ببرنامج اسمه الباور شيلد،
وده خاص بالربط مع جهاز الكمبيوتر، علشان اقدر ممكن ان انا استخدمه في ان انا اتحكم في بعض الاحمال انها تعمل حاجة اسمها السيف شوت داون، او ان انا اشوف نسبة البطاريات او طريقة عمل الجهاز او كفاءة الجهاز في الوقت الحالي. وطبعا بيكون موجود فيه فيوزات الحماية. دلوقتي عايزين نعرف جهاز اليو بي اس الاي دايلوج ده بيشتغل ازاي. هو بسيط جدا 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 في استخدامه. الجهاز ده موجود فيه فقط زرار للباور. زرار الباور ده اللي انا بشغله بيه، مجرد ان انا بضغط عليه بيبدا جهاز اليو بي اس يعمل تشيك على نفسه. عندي هو دلوقتي عشان مش متوصل بالمصدر الكهرباء فهو قام على البطاريات مباشره، بيغذي الاحمال بتاعته من البطاريات. لو بيتغذى بمصدر الكهرباء هيبدا ينور عندي اللمبه اللي مرسوم عليها الويف دي، ودي بتكون لمبه خضراء، معنى كده ان هو شغال على الكهرباء. اللمبه الصفراء دي ان هو بيحمل على البطاريات. في حاله وجود مشكله في الكهرباء او مشكله داخل الجهاز بيبدا ينبهني بان هو بيشغل لي المثلث ده، علامه المثلث، ودي خاصه بالاعطال. الجهاز ده بسيط جدا في استخدامه. من مميزاته ان هو بيكون بدون صوت نهائيا، فما بيأثرش اي نوع من انواع التأثير على الناس اللي موجودة جنبه انها تسبب لها ازعاج نتيجة التشغيل المستمر، فمفيش منه اي نوع من انواع الضوضاء. مدة تشغيل الجهاز ده الستاندرد يعني بتختلف طبقا لنوع الاحمال اللي انا هشغله عليه. يعني مثلا لو انا هشغل جهاز كمبيوتر خاص بالجهاز، يعني جهاز كمبيوتر مكتبي اللي انا بستخدمه في شغلي اليومي، فممكن يقعدني حوالي 40 دقيقة، من 30 ل 40 دقيقة. وبيكون النسب موجودة على العلبة الخاصة بالجهاز، بيكون موضح فيها او كتالوجات هو ممكن يقعد عند احمال معينة وقت قد ايه. وده انا لازم اطلع عليه كويس جدا قبل ما اشتري نوع جهاز اليو بي اس، لوجود انواع مختلفه لكل الاحتياجات. وان شاء الله في سلسله من الحلقات هنبدا نعملها عن موديلات مختلفه من اليو بي اس والفوارق بينها، وازاي ان انا اعرف الجهاز اليو بي اس المناسب ليا، وده ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. لو عجبكم الفيديو وحابين تتابعوا الحلقات اللي جايه دوسوا لايك وسبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس.